كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة عجمان ومعسكر إعداد فريق النادي الأهلي. عندنا تحديات كتير وعندنا مباريات كتير، وعندنا الفترة المقبلة يبقى عندك يعني أكتر من تحدي سواء في البطولة الأفريقية أو بطولة الدوري. هنا المعسكر الأمور بتثير يعني الجميع على قدم وساق من أجل استعداد لهذه المرحلة. أمور كتير جدا هنتكلم فيها مع الكابتن الكبير الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن سامي، خليني أرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وخليني أبارك لك على اختيار النادي الأهلي منذ أيام في جائزة جلوب سكر وحصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط. أكيد كواحد من أفراد المنظومة في النادي الأهلي اللي كل فرد فيها بيأدي دوره سواء مجلس إدارة سواء الجماهير سواء الجهاز الفني سواء اللاعبين، أكيد سعيد بهذا الإنجاز. طبعا جائزة كبيرة جدا، وزي ما أنت قلت النجاح كله مرتبط بالمنظومة كلها، بداية من جمهورنا اللي بيمثل لنا حاجة كبيرة جدا، لمجلس الإدارة، لجنة التخطيط، الجهاز الفني والإداري، اللعيبة طبعا، كل الناس اللي موجودة والمنظومة الإعلامية وكل الناس اللي بتنتمي للنادي الأهلي. جائزة كبيرة وجائزة أعتقد إن هي مستحقة. أتمنى إن شاء الله بقى السنوات الجاية إن شاء الله نحقق إن شاء الله يبقى أفضل نادي في العالم كله بإذن الله. أنت عارف طبعا الفترة دي بتبقى فترة طبعا كويسة جدا لينا عشان برضو ترتب أوراقك بشكل كويس، اللعيبة المصابة تقدر ترجع، اللعيبة اللي كانت ما بتشاركش فترات كبيره في المباراه تقدر اللي تقدر تجهزها، اللعيبه الناشئين تقدر انت تقيمهم بشكل كويس. فاعتقد الحمد لله كانت بدايه كويسه من واحنا في مصر، بعد طبعا الاجازه اللي احنا اخذناها رجوعنا الحمد لله استعدينا بشكل كويس، واللعيبه الصغيره بدات واحده واحده تاخد شويه على الاجواء، ودي حاجه كويسه. اللعيبه اللي كانت بعيده شويه قدرت برضو اللي هي تخش في جو المعسكر وفي جو المباريات، عندنا مباراتين وديتين نقدر نختم بيهم يعني فتره ثانيه بالنسبه لنا فتره الاعداد لحد ما نوصل بقى ان شاء الله للفتره الاخيره اللي هي قبل بقى ان شاء الله يعني في نهايه بطوله افريقيا وقبل مباراه بلوزداد ان شاء الله. إضافة مهمة للأهلي في الفترة الأخيرة اللاعب وسام أبو علي، خلاص شفتوه في التدريبات، عمر كمال موجود مع المنتخب المصري. انطباع الكابتن سامي قمصان عن وسام أبو علي، شفته في التدريبات، دخل أجواء الفريق بسرعة، سواء يعني دور كبير جدا منك كابتن سامي ومن الجهاز الفني وأيضا من لاعبي النادي الأهلي، انطباعك عن وسام أبو علي؟ طبعا انت عارف ان احنا طبعا شفناه بشكل كويس، والراجل طبعا اتفرج عليه بشكل كويس كلنا كجهاز، واجمعنا اللي هو لعيب مميز ان شاء الله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي زيه وزي الصفقات اللي قبل كده احنا تعاقدنا معاه. هو كان بقاله فتره كبيره طبعا، انت عارف الدوري عندهم بيخلص، خلص من حوالي شهر ونص او شهرين، فبقاله فتره كبيره كان بعيد، فبدا واحده واحده بيخش. فاعتقد المعسكر ده حتى الاجواء نفسها وتعامله مع اللعيبه ومع الجهاز عن قرب بقى، انت بيبقى معاك 24 ساعه، فتبقى دي حاجه كويسه اللي هو يتاقلم بسرعه اكبر يعني. بالنسبه بقى للمستوى الفني اعتقد اللي هو لعيب مميز جدا، بيعرف يجيب جول بشكل كويس، تحركاته كويسه جدا، عنده لوحه بدنيه كويسه، فاعتقد ان شاء الله يكون اضافه لينا وان شاء الله يخش في بالشكل اللي هو يسمح له يبقى صورة كويسة ويقدر يعمل إضافة وتاريخ كبير لاسمه وللنادي إن شاء الله. كابتن سامي، يعني مجموعة من اللعيبة الناشئين بنشوفها بهذا الكم وهذا العدد في معسكر بتبقى من المرات القليلة جدا يعني في تاريخ النادي الأهلي. كلامك كم اللعيبة لازم يستغلوا الفرصة، مستر كولر اتكلم مع اللعيبة إن الفرصة دي ما بتجيش كتير، لازم يستغلوا هذه الفرصة، انطباعك عنهم إيه والنصايح اللي قلتها إيه للعيبة؟ أولا طبعا حابب طبعا أشكر طبعا كابتن بدر رجب وكابتن وليد وكابتن محمد شوقي على المجهود الكبير اللي بيعملوه في القطاع، واللي كان ليه مردود كبير جدا يعني ان انت تشوف اللعيبه بشكل كويس. وطول عمر النادي الاهلي طبعا غني بناشئينه وباولاده، اعتقد اللي كان حاجه ايجابيه جدا بالنسبه لهم ان هم يشاركوا في معسكر زي كده مع اللعيبه الكبار الموجوده ومع راجل زي مستر كورال يعني. فانا اتكلمنا معاهم وانا اتكلمت معاهم بشكل شخصي يعني ان دي فرصه ما بتجيش كتير يعني، خصوصا في الوقت اللي زي ده يعني. مهم جدا ان انت تستغل كل فرصه، مهم جدا ان انت تثبت نفسك، مهم جدا ان انت تقاتل على الفرصه دي عشان تحمل اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، حاجه كبيره جدا. وانتوا لو مش ما كنتوش موجودين دلوقتي انتوا موجودين عشان انتوا تستحقوا ان انتوا تاخدوا فرصه يعني. فالعب بلعبك وحاول تكون ذكي، حاول تستوعب فكره الراجل بسرعه، حاول ان انت تعرف الراجل محتاج ايه، عشان انت عارف معظم الاجانب بيبقوا محتاجين او بيحبوا اكتر لعيب اللي بينفذ الحاجات اللي هو بيقولها لهم. فاعتقد ان هم عندهم من الذكاء يعني وعندهم من قدرات والنواحي المهاريه والفنيه بتاعتهم اللي هي تساعدهم يعني ان هم يخشوا ان شاء الله بشكل كويس. واتمنى ان شاء الله يبقى في اكتر من لعيب يخش معانا، لان انت
معظم الناس بتتكلم على الناشئين في النادي الاهلي ومش موجودين، لكن لما تبص بواقعيه هتعرف ان النادي الاهلي كل فتره بيطلع لعيبه كبيره جدا. انت شوف النهارده دلوقتي من اول حراسه المرمى عندك شوبير وعندك حمزه، عندك محمد هاني، عندك محمد عبد المنعم، الشناوي، كريم نيدفيد، كل الناس الكبيره جدا الموجوده، اكرم يعتبر طبعا من ولادنا لان اشتريناه في قطاع الناشئين، رامي ربيعه طبعا، فكل الناس ديت كهربا من البدايه، فكل الناس ديت يعني عارف الناس دايما بتقلل من كل نجاح النادي الاهلي، احمد عبد القادر، يعني انا عاوز اتكلم عدد كبير جدا لان معظم الناس تيجي تقول لك قطاع الناشئين، لا بالعكس قطاع الناشئين دايما غني بلاعيبته ودايما بيمد الفرقه بلاعيبه كتيره كويسه، لكن انت عارف ان الفرصه بتبقى صعبه جدا، الظروف تبقى صعبه جدا ان انت تلعب في النادي الاهلي، بدليل ان كل الناس اللي بتروح اعراض بيتالقوا بشكل كبير جدا لانه بياخد مساحه لعب كبيره، كان عندنا بتبقى الامور صعبه شويه، لكن في الاخر انت برضو بتوجد لعيب مميز متاسس كويس بشكل كويس، عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي، عارف يعني ايه المنظومه نفسها بتشتغل ازاي بشكل كويس. فكل الشكر طبعا للناس اللي موجودين في القطاع، واتمنى ان شاء الله الفتره الجايه دي نلاقي اكتر من نجم ان شاء الله موجود معانا في الفرقه باذن الله. رسالتي اولا كواحد محب المنتخب وواحد اتمنى ان شاء الله يشوف منتخب مصر اكبر واكبر، يعني كلنا بنفتخر بالمنتخب وبلاعيبته وبنجومه. الكلمه اللي انا عاوز اوجهها دايما لكل الناس زي ما بتكلم عن النادي الاهلي والدعم، ان اللعيبه دايما ما بتبقاش محتاجه دعمك وهي بتكسب، محتاجه دعمك في الظروف الصعبه. يعني كان النهارده ماتشين بالنسبه لنا مش احسن حاجه سواء من ناحيه النتيجه او من ناحيه الاداء، لكن احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه الموجوده، اعتقد ان جيل من احسن الاجيال الموجوده، عندنا لعيبه مميزه في كل الخطوط، عندنا لعيبه محترفه بشكل كويس، ممكن لو حتى عندهم سوء توفيق لكن في الاخر مفيش خلاف على اللعيبه الموجوده اللي احنا كمصريين بنفتخر بيهم لما بنخرج بره مصر.